ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايز اعمل كمان طبق سلطه تاني على السفره. الورقيات زي الخس زي الجرجير زي السبانخ مطلوبه جدا، وخاصه بعد 30 يوم رمضان اكلنا المحمر والمشمر والعزايم، واكيد يا اما نسبه دهون زياده شويه يا كوليسترول زياده شويه. محدش يقول لي ان هو ما افرطش في موضوع الاكل، طبيعي رمضان يعني لما قاعده عشان نقول عاملين دايت بقى وعاملين الجيم والجو ده. فانا اكسر بالطبق السلطه دايما في الايام اللي جايه ان شاء الله. امبارح كان رنجه وفسيخ وكان سمك فيليه، فكان الاكل هيلسي. النهارده عامل طبق فته وجنبيه طبقين سلطه، البتنجان لطيف وجميل. هنعمل سلطه الخس بخل التفاح، مقاديرها على الشاشه. خس كابوتشا حلو، جبتش حاجه جديده، او خس بلدي وخل التفاح. وامسك الخس بايديا كده، اكسره كده من غير سكينه زي ما هو كده. السكينه مش هتخش بينا هنا. حلو الكلام. خس الكابوتشا ما يعديش عليه سكينه الا اذا لو هندخله في الفتوش، وبصراحه لو دخلناه في الفتوش طعمه مش حلو. الفتوش حلو بالخس البلدي، التبوله حلوه لما نزينها بالخس البلدي، والبلدي يوكل. شفت الخس انا بشتغل ازاي؟ اهم حاجه يتغسل كويس، خلي بالك. وليه قطعته يا شيف كبير كده؟ بيسال المخرج دايما، بيسال السؤال اللي تايه عن بالي، لان انا احط عليه خل التفاح وعصير ليمون، وخل التفاح وعصير الليمون لما بتتعرض له الورايقات زي الخس والجرجير على طول بتنكمش وبتدبل، فانا بخلي الخصايه كبيره عشان تبقى روحها طويله. عرفت بقى؟ عشان لما اقول لك تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد، هو ده. شفت بالشكل ده كده، ولا هجيبه عند السكينه. شفت الشويه اللي انا مقطعهم دول؟ بمجرد ما ينزل عليهم الخل والليمون دلوقتي مش هيبانوا بالطبق. وانصح كل ام بتعمل طبق سلطه خس ورقيات جرجير، يفضل تحط الصلصه قبل التقديم مباشره. خلص الكلام زي الفل. تمام، هنشيل دي من هنا. حلو الكلام. وتعالوا نتبل السلطه اللطيفه دي كده بسرعه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، يا غالي. تعالوا نكمل السلطه بتاعتنا. ادي البوله، وادي فص توم ني. ايه حكايه التوم في السلطه يا شيف؟ ده مهم جدا على فكره. التوم من الدرنيات زي البصل زي الجنزبيل، بيحرق الكوليسترول اللي موجود في الجسم، ده مهم جدا. وكلنا عندنا الكوليسترول بنسب، كوليسترول يعني دهون. يبقى باقي عمال حطيت انا توم وحطيت بقدونس وحطيت فلفل اسود، احط خل التفاح؟ حاضر يا نيه. ده خل التفاح، اكسر منه، احط شويه زيت زيتون. الضيوف خلاص على وصول، جوزك على وصول، تحط التتبيله دي على السلطه، ده مطلوب منك. ما تحطهاش وتسيبيها وتركنيها. طب حد هيتاخر من العيله، تتبيله على القد اللي موجود، وخلي الصلصه على جنب، بمجرد ما يوصلوا نتبلها، ده الطبيعي. نقلب السلطه دي كده، الصلصه دي اهو. خلي التفاح، بقدونس عشان يكسر المزازه بتاعت خلي التفاح او الحموضه بتاعته، مع عصير الليمون مع زيت الزيتون. الله على الصلصه دي. هناخد الصلصه دي كده بالمعلقه ونسقسق الخس. وانا كده عملت طبقين سلطه لطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده؟ يا ويلي، هو ده. حاضر هنية، ومش هزعلك، عايز عين جمل على الخس. كلتها فين السلطه دي؟ طب ما انت يا عم ابو تروح مطاعم فرنسيه وبتاع. قال لي مره رحت حد عزمنا على المطعم الفرنسي، قدموا لي سلطه فيها عين جمل وفيها دجاج وفيها افوكاتو. دي سلطه ما اقولكش بقى، دي السلطه دي تدفع فيها كل تحويشه عمرك، خلي بالك. مطعم مشهور مش هقول لك اسمه. حلو. هناخد عين الجمل. انت عايزني اقول اسمه عشان ادفع دم قلبي؟ عايز تخلص مني. ادي عين الجمل. شفت الحلاوه؟ عين جمل يعني ايه؟ اوميجا 3. عين جمل يعني بروتين امن، بخاصه المكسرات يا اخوانا اللي هي مش متحمصه. ما تاخدليش بقى مكسرات متحمصه والواحد ياكل 2 كيلو 3 كيلو يا عم ملاح ويقول لك انا لسه بسبني، خلي بالك ده مهم جدا.
يقول لك انا عامل ريجيم وتلاقي قاعد على كيلو لب. حلو الكلام. اه دي السلطه بتاعتنا.